منذ أيام إحنا شفنا إنه في طفل صغير. هي الأطفال كلهم عندهم إحساس إنه مصر هي اللي هتنقذهم وإن مصر هي اللي هتساعدهم. الطفل الحقيقة كان بيستنجد بالسيد الرئيس وكان بيقول كلمة يعني كلموا لي مصر، مصر هي اللي هتوقفني على رجلي. السيد الرئيس الحقيقة استجاب مباشرة ولمناشدة الطفل من قطاع غزة، وطبعا هو محتاج إجراء عملية جراحية علشان يقدر يقف على رجله مرة تانية. تم نقله من قطاع غزة لتلقي العلاج في مصر، وطبعا الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل يعني كان يعني مش مصدق ان ده تم بهذا الشكل بسرعة والتواصل على طول، لانه الحقيقة نشر الفيديو على مواقع التواصل وطبعا انتشاره اكيد احنا عارفين. السيد الرئيس استجاب مباشرة لهذا الطفل وهو يتلقى العلاج الان في مصر، وان شاء الله يقوم بألف سلامة. خليني اروح لدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. مساء الخير يا دكتور. الخير في حياتي لحضرتك يا حمدم ولمشاهدي حضرتك الكرام. الحقيقة يعني يمكن في البداية أنا لازم أحيي حضرتك على الجهد الكبير اللي شفناه في مستشفى العريش العام، الأطباء، التمريض، الدكاترة، مستشفى زي الفل، والناس واقفة الحقيقة بشكل كبير عشان تقدم خدمة يعني كبيرة جدا لأهلينا في قطاع غزة. تفضل يا فندم. يعني زي ما حضرتك ذكرتي انه كان هناك استخافه نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من الطفل عبد الله كحيل، طفل عنده 14 سنه الحقيقه، واستجاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الاستغاثه ويوجه بشكل مباشر بانه الطفل يتلقى العلاج من خلال المستشفيات المصريه. والنهارده الحمد لله وصل الطفل إلى المعبر وتم نقله بواسطة طيارات هيئة الإسعاف المصرية إلى مستشفى معهد ناصر، وهو ونحن نتحدث الآن هو في غرفته بصحبة والدته بيتلقى العلاج اللازم الذي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمكنه من الشفاء التام والعودة مرة أخرى لاستخدام القدم، ولا يكون هناك اضطرار في اتخاذ اجراءات جراحيه قاسيه. هو مصاب بفقدان بعظام الفخذ الايسر والجلد والانسجه، وتم تثبيت كل ذلك بمثبت خارجي، ده طبعا محتاج انه يتشال في ثلاثه تخصصات الان من الاطباء يتعاملوا معاه، جراحه الاطفال وجراحه العظام وجراحه الاجنحه. الحقيقه يعني هذا الطفل وغيره، احنا شفنا كمان الاطفال يعني مختلفين، والحقيقه يمكن الاسلحه المجرمه دوليا مأثره كتير جدا على الاطفال وعلى الجلد وعلى صحتهم بشكل كبير، بس يعني العلاج مستمر في مستشفيات المصريه. يعني زي ما حضرتك ذكرتي انه الحقيقه الاصابات هي اصابات غايه التعقيد الطبي وغايه الصعوبه، ما فيش مريض واحد بيحتاج الى تخصص واحد الحقيقه، صحيح. المريض الواحد يحتاج الى فريق من التخصصات الصحيه، قصصوا الى سبعه تخصصات، جراحه العظام، جراحه التخدير، جراحه العظام، جراحه التجميل، الجراحه العامه، جراحه الاوعيه الدمويه، جراحه المخ والاعصاب، واحيانا كمان بنحتاج جراحه طب العيون وجراحه الانف والاذن والحنجره، بالاضافه الى ان كل المصابين وحتى المرافقين الحقيقه بيحتاجوا الى الدعم النفسي والتدخلات من الفرق الطبيه التي تقوم بالدعم النفسي لهم نتيجه للاهوال التي لاقوها من جراء القصف عليهم. أكيد نتمنى الشفاء ونتمنى تفضل مصر تقدر تقدم كل الدعم يعني الطبي والإنساني طول الوقت. دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أشكرك شكرا جزيلا.